لفت نظر الجمهور أناقتك وشياكتك على مدار المهرجان، وإن يعني كان معروف دايما عن منى إن هي بتحب تطلع كلاسيكية جدا في المهرجانات. أنا لسه كلاسيكية شوية بس الناس شافتك بشكل مبهج، ألوان مبهجة، في شو، في اختيار الأزياء، وده كان لفت النظر، وكنت من أهم النجمات اللي لبسوا على مدار المهرجان على الريد كاربت. فعايزة أعرف أهمية الاهتمام بالأزياء داخل المهرجانات ليكي كفنانة، وأيضا أن اهتميتي أن يكون عندك ستايلست ماي جلال. طبعا ماي جلال هي الستايلست بتاعتي. أنا ماليش خلق على الكلام ده عشان تبقي عارفة. وأنا لسه كنت بحكي ماي بفكرها بيكي في مهرجان دمشق زمان من 15 سنة خالص. أن منى كانت أنا لو فعلى ان انا ماليش خلق طبعا كل اللي عامل كل الحاجات دي هي ماي جلال بصراحه. وطبعا انا بشكرها لان بجد هي عامله مجهود مش عادي، وخصوصا ان انا مش حد كمان سلس، يعني انا ممكن تبقى جايبه لي كذا اوبشن وانا اقعد اقول لها مكسله مش عايزه حاجه تبقى طبقه على نفسي، مش عايزه، مش عارف، يعني انا رزله ببقى حابه ابقى مستريحه قوي بزياده. فبشكرها لاني تعبتها يعني بجد قوي. ده كان كله اختيارها، ما انت ما تدخلتيش في اي حاجه. لا انا بس بادي موافقه او رفض. لكن هي طبعا تختار كل حاجه، وبتختار اكسسوارز وكل حاجه. شايفه ده مهم ليكي كفنانه، الواجهه الخارجيه دي اصبحت مهمه، وان دلوقتي بقى كل الفنانات بيهتموا، كل الفنانات بيجيبوا ستايلست، وان الجزء من المهرجان اللي الناس بتستناه هو ظهوركم وطلتكم على الريد كاربت. اكيد يعني مهم للفنان اللي هو مش فاضي يعمل كده لنفسه وملوش خلق، انه اكيد يعمل كده، يجيب حد متخصص هو اللي يشيلك، انت مش مفترض تفكري فيها خالص يعني. انا بشكر كمان انطوان القارح لان هو لبسني في الافتتاح، ومش هقدر يعني احرق انا لابسه مين في الختام لان احنا بنصور، احنا في انتظار مستنيين التله بتاعتك. بس هو يعني ديزاينر اخر لبناني، وفي على مدار بقى الاسبوع لبسوني ناس مصريين فيري تالنتد، مريم عزمي وناس كتير، وتي دي حكيده. شفت بالفستان اللي قابلتك بيه القصير كده ده، قلت لي بفخر كده على ريد كاربت، دي مصريه، ده صنع في مصر يعني. ملبساني كمان في الاغنيه على فكره، هي اللي كانت ملبساني في الكليب بتاع المهرجان. هي شافتك سندريلا لان في الاغنيه وفي ده سعاد حسني هي عامله كات حلوه حقيقي جدا جدا، وتفكيرها في قماشها مختلف وحاجات كتير، يعني انا مبسوطه بيها الحقيقه قوي. وتيا هي حفيده ماري لوي، وده البراند الجديد اللي هي بتعمله، هي اللي ملبساني جامب سوت السودا. سوري ان انا عماله بتكلم على الازياء. لا بحلو، لان ده مهم، ده انا حتى ماي جلال طلبت انها تكون موجوده النهارده. بقيت محلله لا علشان نتكلم، لان طبعا ده مهم ولافت للنظر، لان في جزء كبير من الاعلام والصحافه والجمهور كان متابع يومي لازياء النجوم وازاي طالعين وازاي بشكل كويس. وعايزه اقول لك ان شكلكم انتوا كنجمات ادى للمهرجان شكل عالمي جميل، وده اللي بنشوفه في مهرجان كان وبنشوفه في الاوسكار، طلعت النجمات وجودهم والتواجد الكبير من النجمات على الريد كاربت هو ليه 60% من نجاح المهرجان. مش قوي للدرجات دي، بس طبعا أنا بقول مؤثر يعني لان عارفه زي ما بتعملي مثلا منتج وتيجي تعملي له الكفر الشيك، الباكج هو بتاعه. الباكج بيبيعه قبل ما تدوق المنتج، بتشوفي الباكج وبعدين المنتج بينجحه، اللي هو لجنه التحكيم واختيار الاعضاء ونوعيه الافلام طبعاً. وبعدين التنظيم، يعني دي الحاجات كلها اللي بتبقى الاساسيه. يعني طبعا كان في مشروع بقى قبل ما ننهي عشان نعرف انت ومحمد ياسين وصل لفين، هينزل السنه دي هتبداوا؟ لا هو انا اخر خبر قريته في الجورنال ان لا مفيش السنه دي، استاذ محمد ياسين قرر ما يعملش المسلسل برضه السنه دي. يعني مش موجوده معانا في الدراما ولا في حاجه جديده؟ لا انا يعني بقرا حاجات تانية بس لسه مش اكيد يعني حاجه. ونفسي عندي فيلم برضه حلو ان شاء الله، ان شاء الله نعمله يعني، بس برضه يعني ما مضيتش او كده، فما بحبش اقول. لكن الخطوه الجايه هتكون السينما ان شاء الله، نفسي في سينما، ولو جه حاجه تلفزيون حلوه ما عنديش مشكله خالص. اخر سؤال،
غاب عنا أحمد حلمي في مهرجان الجونة والناس تساءلت أين أحمد حلمي؟ والله هو عنده شغل ده مبدئيا، ثانيا لازم حد يبقى مع العيال برضه. يعني أحمد اللي شايل الهم النهارده بالأيام دي يعني. وبجد هو سافر بقاله أصلا كام يوم يعني. يعني ربنا معاه، وقولي له إن احنا افتقدناه جدا، وسعيدة جدا بوجودك في لجنة التحكيم، سعيدة بتوحد روحك وثقافتك وفنك مع الأفلام والتواجد الدائم اليومي، وفرحتك بوجودك كده وعشقك وانت بتتفرجي على الأفلام ده أسعدنا جدا. أنا اللي اتبسطت قوي، وحقيقي رغم التعب ده كله أنا مبسوطة قوي إن أنا خدت التجربة دي، وإن شاء الله يعني النتائج تبقى مرضية للناس يعني. إن شاء الله. وعايزاكي قبل ما نختم هتوجهي كلمة للفانز بتوعك بعد التجربة اللي خطيها من الجونة، هنسجلها ونبعتها دلوقتي للفانز بتوع منى. يعني أكيد بشكر كل الفانز والناس اللي بيساندوني وبيقفوا جنبي، وبحبهم جدا وشكرا على قلبهم الطيب، و يعني المحبة دي اللي هي من بعيد لبعيد واللي هي جاية ربنا كده مديها لنا البعض بتبقى حلوة قوي، وبحبهم وبشكرهم قوي على كل المجهود والحاجات الحلوة. Thank you. بحبكم قوي.